وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف وطالب مضاف إليه، والفاعل الوفاة، فيكون الأصل لما حضرت الوفاة أبا طالب. والفائدة من هذا التقديم هو التأكيد والاهتمام، وذلك لأن المفعول به حقه أن يؤخر والفاعل حقه أن يقدم، وما كان حقه التقديم فأخر فإنه يدل على الحصر والاهتمام، ففيه التأكيد على أن أبا طالب قد حضرته الوفاة، وحضرته الوفاة وهو على هذه الحال التي ذكرها المسيب رضي الله عنه، فيكون في هذا إشارة وحجة في نفس الوقت على الروافض الذين زعموا أن أبا طالب قد أسلم، فيرد عليهم بأن أبا طالب قد توفاه الله عز وجل على الكفر بدلالة هذا الأثر.